قصة حقيقية تماما، تم استضافة بطلها في برنامج ديسكفري في حلقة كانت تحت عنوان الإبداع في الانتقام. بعد 37 عاما من الزواج، ترك جيك زوجته إيديث من أجل سكرتيرته الشابة التي طلبت منه أن يعيش في المنزل الذي طالما عاش فيه مع زوجته، والذي كان يساوي عدة ملايين من الدولارات. أعطى جيك زوجته السابقة 3 أيام فقط للخروج من المنزل. أمضت اليوم الأول في تعبئة أمتعتها في صناديق وحقائب. في اليوم الثاني أحضرت شركة مختصة بنقل الأمتعة لجمع أشيائها وإخراجها من المنزل. في اليوم الثالث جلست للمرة الأخيرة على طاولة غرفة الطعام على ضوء الشموع، حيث وضعت بعض الموسيقى الناعمة وتناولت عشاء مكونا من الجمبري والكافيار. وعندما انتهت ذهبت إلى كل غرفة وقامت بوضع مخلفات الجمبري المغموسة في الكافيار في جوف كل قضيب من قضبان الستائر. بعد ذلك قامت بتنظيف المطبخ ورحلت. عندما عاد الزوج مع صديقته الجديدة كان كل شيء على ما يرام في الأيام القليلة الأولى، وببطء بدأت تفوح من المنزل رائحة كريهة. حاولوا كل شيء من تنظيف ومسح للأرض وتهوية المنزل وفحص الفتحات للكشف عن القوارض الميتة، كما تم تنظيف السجاد وعلقت معطرات الهواء في كل مكان. ثم تم جلب متخصصين بإبادة الحشرات، الأمر الذي اضطرهم إلى الخروج من المنزل لبضعة أيام. وفي النهاية قاموا باستبدال سجاد الصوف الثمين، لكن كل ذلك لم يأتي بنتيجة مرضية. بعد فترة توقف الناس عن زيارتهم ورفض أي عامل يدوي العمل في المنزل، وتركت الخادمة العمل. وأخيرا لم يعد بإمكانهم تحمل الرائحة أكثر من ذلك، وقرروا الانتقال إلى مكان آخر. بعد شهر وعلى الرغم من تخفيضهم لسعر المنزل إلى النصف، لم يتمكنوا من العثور على مشتر لمنزلهم النتن. انتشر الخبر في جميع الأرجاء، وفي نهاية المطاف حتى أصحاب العقارات المحلية توقفوا عن الرد على مكالمات جيك وصديقته الجديدة. أخيرا اضطروا إلى اقتراض مبلغ ضخم من المال من البنك لشراء منزل جديد. اتصلت إيديث بزوجها السابق وسألته عن أموره وأوضاعه، عندئذ أخبرها بحال المنزل المتعفن، وقد استمعت له بكل أدب وأخبرته أنها تشتاق لمنزلها القديم بشكل رهيب، وبأنها مستعدة للحد من تسوية الطلاق مقابل الحصول على المنزل. مع إدراكه بعدم معرفة زوجته السابقة عن مدى سوء ونتانة الرائحة، وافق على السعر الذي كان يشكل 10% فقط من قيمته الحقيقية، ولكن بشرط أن توقع على عقد البيع بنفس اليوم، وقد وافقت. وفي غضون ساعات قليلة قام محاميه بتسليم الأوراق. بعد أسبوع وقف جيك مع صديقته مع ابتسامة حمقاء على وجهيهما وهما يشهدان شركة نقل للأثاث تقوم بنقل كل شيء إلى منزلهم الجديد، بما في ذلك قضبان الستائر التي تحمل الرائحة العفنة.